صور مشاهدينا الآن مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، مظاهرات أمام واحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في عمان، احتجاج على الموقف الأمريكي الداعم لسياسة إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على القطاع لأكثر من 87 يوما الآن. إذن صور مباشرة، مظاهرات واحتجاجات وشعارات ترفع أمام السفارة الأمريكية، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، في وقت متأخر بالمناسبة في الليل، يعني أعداد كبيرة، قد نستطيع أن نتحدث عن مئات المشاركين على الأقل من الزاوية التي نشاهدها الآن، رفع للأعلام الفلسطينية وطبعا شعارات تردد ضد الدور الأمريكي فيما يحصل في قطاع غزة الآن. الصور مباشرة من عمان تأتينا.